في حملة جو بايدن الانتخابية، كان لافت تلك الشخصيات المرافقة لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، أو ما يعرف باللوبي الإيراني التابع لخامنئي تحت مسمى المجلس القومي الإيراني الأمريكي. تغلغل في أوساط الحزب الديمقراطي تعود أصوله لإدارة باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، الذي ضبطه الصحفيون يتمشى مع نظيره الإيراني متشابكي الأيدي على طول النهر. ودور ذاك اللوبي بعقد صفقة الاتفاق النووي عام 2015 التي منحت إيران ملياري دولار نقداً ونحو 150 مليار دولار كأرصدة مجمدة. اليوم تبدو تصريحات إدارة جو بايدن ضبابية بخصوص إيران، لكنها تتجه بالمجمل وفق أقوال بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018. وهنا تعود مخاوف دول الإقليم لتسيطر على المشهد، خصوصاً لما سيشكل المشروع النووي الإيراني من مخاطر جدية تتجاوز المخاوف والتكهنات إلى الوقائع والتجارب. فالنظام الإيراني المصنف كنظام طائفي توسعي لم يترك سلاحاً إلا واستخدمه في المنطقة، بداية من سوريا مع نظام أسد وقصف المدن بالصواريخ البعيدة والقصيرة المدى، إلى المشاركة باستخدام الأسلحة الكيماوية كمجازر الغوطة وخان شيخون وغيرها، وصولاً لليمن وعبر الذراع الحوثي بقصف المدن والمطارات السعودية بالصواريخ البعيدة، إلى هجمات إيران الصاروخية عبر الأجواء الإيرانية على منشآت بقيق وأرامكو النفطية. ولا ينقص إيران وفقاً لذات التجارب والحقائق إلا أن تمتلك سلاحاً نووياً لتقصف به دول المنطقة. جيرمي إساشروف السفير الإسرائيلي في ألمانيا كشف في لقاء تلفزيوني عن مخاطر العودة للاتفاق النووي، لا سيما أن الأشهر الماضية أثبتت بشكل واضح مساعي إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم. علينا أن نتذكر ما قاله بايدن قبل أيام حول العودة للاتفاق والحد الأدنى لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وكان هذا هدفنا دائماً. لكن السؤال هو كيف نحقق ذلك؟ الشيء الوحيد الذي رأيناه خلال الأشهر الماضية هو سلسلة من الانتهاكات الإيرانية لخطة العمل الشاملة المشتركة، سواء من حيث رفع كمية اليورانيوم المخصب واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، بالإضافة إلى استمرار النشاط المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام. إذن فالاتفاق النووي ليس أداة صحيحة لمنع إيران امتلاك سلاح نووي؟ الاتفاق النووي كما تمت صياغته عام 2015 يحتوي على ثغرات يجب معالجتها، ومن الواضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية لزعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل عنيف لمواصلة برنامجها الصاروخي وانتهاك الشروط الفعلية الواضحة للاتفاق النووي لا تمكننا من الثقة في أن الاتفاق يتعمل. لكن ومع وصول إدارة بايدن الجديدة ومساعدة سعيها لمعالجة ثغرات الاتفاقية النووية وما سيستغرقه ذلك من وقت، يقول شروف إن المنطقة بحاجة لدبلوماسية فاعلة تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما تبقى الأسابيع والأشهر القادمة كفيلة بمعرفة نوع تلك الدبلوماسية وشكلها، أو ربما اتخاذ قرارات تستهدف المنشآت الإيرانية من أصلها.